مالي وحق طبعا تلون شديد والله لازم يفصل معانا اليوم حبيبتي والله انتوا من 4 سنوات في اول سنه كنتوا معانا أيوة والله يعني احنا القناه دي طبعا قناه عزيزه جدا وعندنا معاك قصص وحكايات وهسه الليله الامور الحلوه برضو امونات ظريفه برضو وكل سنه وانتم طيبين كل سنة والهلال دائما قناة الهلال تنشر طيبة. الفرح والجمال الحب والمحبة والسلام ودائما تومات مدني ناشرين الحب والمحبة والأشواق الله يخلي منه طبعا بتسألني بتفرجي سبيل هاي ده سؤالي طبعا بس احنا ما لا يعني انا بعرفهم سنوات وسنوات وما تساليني ما بعرف واحدة صفا واحدة مروة وين صفا وين مروة انا صفا عبد الرحمن التجاني يا جماعة ودي مروة والفرق طبعا واضح بس بيحتاج شويه جهد واضح واضح لا واضح دي بتقولها كله اريحيه خلينا نطلع من واضح دي وتاني الحلقه الجايه برضه حنساله كذا فعشان كده خلينا احنا مبسوطين بيكم 4 سنوات وانتوا كمان في خطوات كثيره حصلت خطوات كثيره واتعلمنا كثير وشفنا كثير واجتهدنا كثير ولسه الطريق يعني متواصل تواصل غيبة مننا ليه في قناة الهلال والله نحن ما كانت مقصودة يعني الجفوة لكن قاعدين والله من كله فين وفين آخر لنا ظهور في قناة الهلال كان عيد الضحية السنة الفاتت إن شاء الله السنة دي برضو نقدم لجمهورنا عبر قناة الهلال برضو هدية كده وإن شاء الله بنشوفها دي من رتيبة كده بعد ما نطلع مع عادل الزبير سامع يا عادل عندنا حلقة على الهواء مباشرة خلاص والآن احنا محتفلين بال4 سنوات فعايزين لكم تاني تهدونا فرح زي ما بتهدونا دايما بأصواتكم الله يخليك والله 4 سنوات جمال و4 سنوات إبداع كان متواصل وإن شاء الله مزيد من النجاحات والتميز يعني قناة الهلال صراحة بقت من القنوات المشاهدة جداً
ولا بقت مميزة من بين القنوات، وإن شاء الله دايما تكون مميزة ببرامجها وبمواعيدها الجميلة اللي بتقدمها. وبضيوفه وبجمهوره. أكيد إن شاء الله. تهدوا لجمهوركم إيه؟ حنهدي أغنية جديدة حاليا اليومين دي، كلمات الشاعر الجميل نزار فضل وألحان أستاذ الجميل بشير علي الحاج. بختي بأختي، يعني احنا بنهديها لكل الاخوان ودائما ربنا يديم الخوة والمحبة والمحنة صح. اهم حاجة صح. فنحن عاملين ان شاء الله اتنان الرضا كرسالة يعني. كرسالة الفترة الاخيرة شوية مع الظروف والضغوطات الاخوان بيقوا شوية في بيناتهم جفوا وكذا، فالحاجة دي مؤلمة يعني، دائما الاخوان يحبوا بعض ويحسوا ببعض ويتفقدوا بعض يعني. وبختنا بيكم حبيبي. تسلمي.
زي ما قال سهام بختنا بكم ونورتونا اليوم صفاء. الله يخليك مروة، وكل سنة كمان وانتم طيبين وتحتفوا معانا اليوم بمرور 4 أعوام، ومنتظرينكم تاني كل سنة. احنا ننتظر تصحيح معك أكيد إن شاء الله. احنا قناة الهلال طبعا من القنوات القريبة لنا جدا، وبنشكر من هنا أيضا القيادة الجميلة والمميزة فاطمة الصادق، لها التحية والحب والجمال، وإن شاء الله دائما موفقة. وليكم أنتم كل التيم العامل يعني المصورين ومذيعات ومذيعين، إن شاء الله دائما ومنتجين ومعدين دائما موفقين إن شاء الله، ومزيد من التقدم. شكرا لك المعتاد، احلى لوك والاسودي لي. الله يخليك حبيبتي والمشاطه معك يا احلى. الله يخليك نورتونا. شكرا لكم، شكرا كوماني مدني، واحنا اكيد ما زلنا بنحتفي وبنحتفل ومتواصلين معكم. اكشف عن الضيف القادم؟ لا لا لا، خلي مفاجاه، انتظرونا.